راحه دكتور طارق مسطره لحد الان انا بس جاي اثبت بيها، جاي تلاحظ شلون جاي اوجه الشمع، وما استخدمت هذا لحد الان، هذا الجانب ما استخدمته، هذا يقطع، هذا الجانب استفاد منه الراوند شيب منحني كذا. اريد من عندك تحمل واكس نايف زياده، بس لا تخليها تدخن يا عزيزي، لا تخليها تدخن. زين هسه نجي نقطع الآن جاهز للقياسات. أوكي. تنتبه قياساتك راح تبدأ من نانا أو من نانا، يعني مو من نانا، ترى من نانا هنا ما محسوب بالمسطرة، من نانا تبدأ لحد رقم 22، يا ريت نخططها حتى نميز. هنا لحد 22 وضحت، وكذلك رقم 18 اريدك تميز لي اياه، 1 2. زين الان نبدا، لاحظ التحديد منين يبدا، نص القص اريد لحد رقم 22. صح لو لا؟ ايضا من هنا احدد، حتى من هنا اريد 18، ومن هنا ايضا 18. ايش صار عندي؟ صار عندي هذا لاين جديد، هذا كله ينقص لازم. افضل انه نطلعها هسه بعدين.
هاي الشفرة مال شو سطرها استخدمها. هواي نستخدمها هواي تفيدنا. قياس طبق قصيت هسه بعد تعديلات اريد سباتشولا منك جديدة اريدها افتح الغرفة جديدة منك طب الغرفة لاحظ هذا شوف شلون راح اقلل من العرض مالته شوف شلون قل بهالطريقة أبد قلت لك مو هاي هذه فيلمة كلها تطلع بيها سنطلعها على مود الشكل مالتها صار حلو وتلاحظ هاي وين جاي اخليها هنا انا ادير بالي مو ترى هذه حامية حارة يعني اعبر اذا اخليها زيادة اعبر راسا امشيها الحلو بالشمع ان يصير عندك فد مشكلة تقدر تغطي راسا دكتور هاشم تورتش هناك موجودات اي شوف علمي وزقكم قلنا لهنا ستة وهذه أيضا ستة زين هنا تقريبا 12 ضمن الرينج 8 و 11 اي
نفس الشيء 12 زين هيك شكل متناسق حتى ما نطول بالفيديو لانه اذا اكو بعد تعديلات ترتيبات هذا بايتس اذا اكو فقط سموثنس نسويه اوكي okay.